السلام عليكم مشاهدين، كديري لاباس عليكم؟ داخل المغرب خارج المغرب، جميع خوتي كنسلم عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الشليطات جوج، وحده زعلوك وحده الفلفله مشويه على العافيه على الجمر زعما، غنشاركها معكم. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم في هذا الفيديو. واجيو معايا ان شاء الله، غادي نمشيو نشويو الفلفله الدنجال والمطيشه. كما شارك معكم هاد الشليطه كتجي زوينه ديال الصيف، كتجي لذيذه وكتجي تتكال. بالنسبه للزعلوك دابا في الصيف تيتكال، وبالنسبه للفلفله هكا مع المطيشه بواحد الطريقه كتجي زوينه. كنشاركها معكم ان شاء الله. بزاف ديال الاخوات قالوا لي شاركي معنا شلاطه، انا نشارك معكم هاد الشلاطه هذه اللي ديال زعلوك وديال الفلفله بالمطيشه. ولا بغيتو شي شلاطه اخرى كتبوها لي في الكومونتير ونتصاوبها لخوتي، وعلاش لا، اي حاجه اللي نشاركها معكم نشاركها معكم، راكم عزاز وغاليين. شكرا لكم بزاف بزاف. واجيو معايا ان شاء الله على هاد الشليطه هذه اللي غنصوب، راه غنصوبها على العافيه. واجيو معايا على المقادير ديالها. ها انتما المشاهدين ديالنا، رجعت معاكم. هادو الفلفلات ها هما هادو، راه غسلتهم دابا حيت غنشلوها ما نغسلوهاش. دابا ملي نكشوها صافي نحيدو لهاديك القشيره بلا ما نغسلوها. وعندنا الدنجال هو هذا، ثوم الدنجال على حساب كل واحد شنو عنده القياس اللي عنده اللي بغى يدير. وهذه مطيشه تا هما جوج، وحده غنديرها الفلفله وحده الدنجال صافي. ومن بعد غنكمل معكم بقيه المراحل. وجيو معايا ان شاء الله غادي نشويهم، تابعوني ان شاء الله كيفاش غندير لهم في الشويال وفين غنشويهم، وتابعوا الفيديو. وكنشكركم بزاف، ما تنساونيش كيف قلت لكم من جي فاطمه نويسه امران، تشوفوا الفيديو شويه باش الفيديو يتقبل. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. واجيو معايا ان شاء الله على نشويهم ان شاء الله. شكرا اخوتي على المتابعه ديالكم. انتما هانتوما قلت لكم غنشويهم، راني شاركتهم معكم. شويتهم على هاد العويفيه، درت الجمر هنايا وشويتهم عليهم. كيعجبني انا نشوي هادشي في العافيه، تيجي زوين ولذيذ. تابقى غير الجميرات ما بقاش الدخان، عاد درت عليه هاد الفلفله والدنجال كيتشواو. نتوما راه قربات تشواو تقريبا، هي القشره كتحيد دغيا دغيا من طابو. دابا غادي نديرهم في واحد المويكه نقيه لو غنقشرهم، ما تشاتهم تما علاه يطيبوك ولي طاوه نحيدهم. ها هما ديرهم في واحد الميكا يترخاو ونقيهم غير بشويه، ما نحيدلهمش ما ندلهمش الماء، ما بغيتش نغسلها. غسلتها ما كتبقاش لذيذه. ايوا هانتوما معايا الدنجال، انا غنطيبو معاكم نديرو زعلوك، وهادو غنديرهم نديرهم غير بهاك مطيشه والثومه. الثومه تاهي راه شويتها، تويمات شويتهم تا هما هادو الثومه تما شويتهم في العافيه، كيجيو زوينين مشويين. ايوا هانتوما معايا المشاهدين، انت بغيت نشارك معكم داكشي اللي درت، انا شاركته معكم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكيعجبني انا هادشي نشويه في العافيه هكذا، كيجي لذيذ وزوين ما العافيه ولا الفاخر. المهم تيعجبني نشوي هادشي في العافيه احسن من البوطه، غير ما كاينش هادشي كنديروا البوطه ماشي مشكل. ايوا هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو يعجبكم. اجيو معايا ان شاء الله نكون كنطيبهم نقيهم ونقطعهم ونرجعكم معكم ان شاء الله. هانتوما هما طابو الدنجالات ديالنا، هانتوما طابو يعني يديرو بحال هكا عرفوهم طابو. غنديرهم في الميكا كيطلقو راسهم وغنقيهم معاكم. هانتوما طابو جاو على الجمر، على الجمر كيجيو حسن، كيجيو تا فيهم ديك الطيبة ديال الفاخر ديال الشوا، كتجي فيهم واحد البنة زوينة. إيوا هادشي اللي كان أخوتي، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. اللي كان أنا كنبغي نشارك معاكم أي حاجة درتها كنبغي نشاركها مع خوتي. نتمنى الفيديو يعجبكم. هانتوما بقى غير الجمر، ها بقاش الدخان كاع باش ما يجيش فيهم ديك الطيبه ديال الدخان. نتوما ايوا هادشي اللي كاين، وشاركت معكم هذا الفيديو الروتين هذا ديال الدنجال والفلفله ان شاء الله شليضات. هانتوما بعد ما شويتهم نقيتهم، ما شاركتش معكم التنقيه، راه ساهلين كتحيدوا لهم غير هذا، خليت وحيده. هانتوما ما نوريها لكم بحال دابا هكا بلا ما تغسلوها، ما غسلتهاش، غسلتوها كتبسال مبقاش فيها الطيبه ديال الشويان. هانتوما دابا غنبدا بالدنجال هو الاول، هذه خلاها ابار. نبدا بالدنجال، هانتوما نقطع هاد المطيشه، حتى هي راه ما هي شويتها، حتى هي ما غسلتهاش، حتى هي قطعتها
نقيتها زعما نتوما نديرها هي الاولى تحمر مع الثومه. هي كنختصر باش ما يجيكمش الفيديو طويل ويجيكم الملل فيه، راكم عارفين. ايوا هادشي اللي كاين خوتي، انا شايفه كتخليوها بالماء ديالها بكلشي، داك الماء ديالها تاهي زوينه، ما تحيدولهاش الماء. نديرها في المقله، نخليو هاد المطيشه هادي ابار ديال الفلفله الاخرى. هادي غنديروها هنايا، انا حكيت الثومه، الثومه غنزيد عليها مطيشه. درت مطيشه كيف قلت لكم، زعما باش نحرك واحد الفلفله باش نحرك واحد الشيء. الثومه انا درت مطيشه، غنزيد عليها القزبر، ها هو هذا المعدنوس وهذا القزبر. هذا المعدنوس غنديروا الفلفله، وهذا القزبر غنديروا هاد الثومه مشويه غنديرها الفلفله. هاد الثومه اللي هنا حكيتها خضراء، هاد الثومه هاد الشيء غندير. غنديروا شويه الزيت، راه ما تخرجش دغيا كتعصب، غندير طبعاً زيت العود ها هي باش نحمر داك الشيء، كيجي زوين هاد الشيء. غنديروا شويه ديال الفلفله حمراء، غير شويه ديال الفلفله حمراء ها هي، شويه ديال السودانيه اللي بغاها على حسب. هادي حاره شويه، ندير غير شويه ما تبغيش الحار. وغنديروا شويه ديال الكمون، ها هو كمون ثوما صافي، شويه ديال الملح ها هي. وغردوها في البوطه تشحر، ها هي على البوطه تتشحر. وغنرجع معاكم ندير عليها زعلوك، طيب هاد المطيشه مزيان وتهد ما يبقى فيها، عاد نرمي عليها نجيل. هو هانتوما معايا باش ما كيف قلت لكم ما يجيش الفيديو طويل. المشاهدين بعد ما قطعت الدجاج هانتوما كيفاش قطعتو، ايوا غنديرو دابا على هاد المطيشه ملي تحمرات هانا هانا كيجي هانتوما كتبقى تحركو حتى كينسجم هاد العطريه معاه. وهادشي اللي درنا كيجي لذيذ، هاد زعلوك كيجي زوين. ايوا هانتوما معايا ان شاء الله حتى يحمر ونرجع معاكم الشكل النهائي ديالو. انا شاركت معكم هاد الشليضات، كنتمنى يعجبوكم. وكان رجعت معكم مع الفلفل عاوتاني، هانتوما كنحطوها حتى هي بحال هكا رقيقة، بحال هكا هانتوما كتشربوها هكا، كتقطعوها رقيقة هانتوما بحال هكا. هانتوما بالنسبة راه كلشي تيعرف يدير هادشي، غير بالنسبة للبنات الصغار اللي ولا خدابين كيتعلمو. هانتوما راه كتجي لذيذة هاد الشلاضة، منقولكمش هادي تاهي راه فاسية هاد الشلاضة. ديروها فاس بزاف، ومراكش مراكش كيديروها بزاف. هانتوما نديروها قد جبدنا هادي هاهي، هما تنقطعها كامل ونرجع معاكم نكمل معاكم المراحل باش ما يجيش الفيديو طويل. نديت معاكم الاول ونكمل معاكم ان شاء الله مراحل باقي المراحل ديالها. هانتوما طماطيشه تاعي كنقطعها بحال داكشي. ايوا هانتوما معايا ترجع معاكم. هانتوما المشاهدين الشريضه ديالنا حنا كملناها، ها هي اللي قطعتها. درت لها هنايا كاين المعدنوس والحامض المصير، انا غنديرو قطعتو حتى هو طريفات. هانتوما فيها الحامض، راه ضروري حتى المصير ها هو قطعتو. هادي الثومه اللي شويت انا حتى حكيتها، نديروها حتى هي هانتوما. هادشي كله غنطيحو هنا، المعدنوس انا درتو بعدا، هما المقادير اللي تيكونو فيها صافي. وغنديرو شويه ديال الملحه، حتى غير شويه على حسب المصير فيه الملحه مالح. هو غنديرو زيت العود، يا كتبغي زيت العود حتى هي هانتوما باش تبان لكم. هانتوما الزيت ما كتبغي الزيت، زوينه كتجي فيها زيت العود مزيانه. هاد الشلايضه ديالنا اللي شاركتها معاكم، وغنديرو شويه ديال الكمون. هذا راه الكمون البلدي، هانتوما راه كتبغي الكمون حتى هادي. هادو هما المقادير اللي غنديرو فيها هاد الشلايضه هادي صافي. ما تنحركوهاش حتى كنبغيو نحطوها، تنحركوها باش ما تطلقش الماء، كنخليوها بحال هكا بلاتي شويه وغنحركها. نرجع معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها. ولو تزعلوك ديالنا هو هادي هانتوما كيتحمر. ايوا هذا هو الفيديو ديالي، انا شاركته معكم اليوم، كنتمنى يعجبكم وتابعوني تمساليهم، ونرجع معكم في الشكل النهائي ديالهم.
هو زعلوك راه كيجي زوين، واحد الريحه طالعه منه ما نقولكمش غزاله. راكم عارفه ملي كنشويوه وما كنغسلوهش كيجي زوين وبنين. ايوا كنتمنى الفيديو يعجبكم، الشليضه ديالي تعجبكم اللي شاركت معكم اليوم. هما المشاهدين الشليضات ديالنا هما هادو، بعد ما ساليتهم تيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوين ولذاد. واللي كتوحم تسمح ليا، وزعلوك ديالنا هو هذا راه كيجي زوين، كتجي فيه واحد الطيبه ديال الشي، كيجي غزال حيت مشوي على العافيه. وهذا داك الزرع ايبلي مع الطون درتو تا وزدتو ما شاركتوش معكم، هو هذا مهم راه ساهل. وهذه شليضه الفلاو مطيشه، راه درت لها شويه الحامض معصر ونسيت ما وريتولكمش، كديروه الا بغيتو حيت فيه المصير، زعما الا بغيتو تزيدوا الحامض زيدوه معصر اللي كيبغي الحامض. وهما هادو الشليضات ديالي، كنتمنى يعجبوكم ونكون عند حسنكم في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف، كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم في هذا الفيديو. وشكرا لكم اخوتي بزاف، ما تنساونيش من جيم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم وبسلامه عليكم فيديو اخر ان شاء الله.